زار رئيس ممثلية إقليم كردستان في بغداد فارس عيسى والوفد المرافق محافظة كربلاء، حيث التقى بمحافظ كربلاء نصيف الخطابي. وخلال اللقاء تمت مناقشات حول آليات التعاون المشترك في ملفات مشتركة عدة بين الإقليم والمحافظة، بما في ذلك الملفات الاقتصادية والخدمية. طيبة لأخونا العزيز ممثل حكومة إقليم كردستان، لليوم طبعا هناك تعاون وتنسيق كبير وعالي ما بين محافظاتنا بإذن الله تعالى. طبعا زيارة طيبة ومباركة، سمعنا مشاعر أخوية نبيلة وكذلك رؤية واضحة لإطار واسع ضمن بلد يراد له أن ينعم بالخير والازدهار بإذن الله تعالى. سيكون هناك تعاون وتنسيق عالي ما بين محافظة كربلاء المقدس وما بين محافظاتنا العزيزة في إقليم كردستان، لا سيما طبعا هناك تجارب متبادلة ستكون إدارة محافظة كربلاء لملف الزيارات المليونية وإدارة الأكثر 80 مليون زائر في السنة. أكيد تجربة إقليم كردستان ومحافظاته كتجربة إدارية وكتجربة اقتصادية، تجارب متقدمة. طبعا كل آليات العمل وكل آليات التنسيق مطروحة. احنا طبعا اليوم نرحب بأخونا العزيز ممثل حكومة إقليم كردستان، ونبعث له من كربلاء المقدسة إلى أخواننا وأهلنا وشعبنا وحكومة إقليم كردستان كل التقدير والتحية. وكذلك طبعا أشرنا إلى آليات التعاون مع كل المؤسسات الموجودة سواء كانت في بغداد أو سواء كانت في محافظة إقليم كردستان أو المحافظات العراقية. أنا اليوم سعيد جدا أن نيابة عن حكومة إقليم كردستان أن أزور محافظة كربلاء، المحافظة التي لها منزلة خاصة في قلوب كل العراقيين ومنها في قلوب الشعب وناس إقليم كردستان. حملنا تحيات وتقدير خاص من دولة رئيس الوزراء إقليم كردستان الأستاذ مسرور البارزاني إلى من خلال السيد المحافظ ومن خلال سيد المحافظ إلى كل أهالي من كربلاء المقدسة. أكيد هي زيارة مهمة، وهي حسب توجيهات دولة الرئيس الأستاذ مسرور البارزاني أن نتواصل مع سواء المؤسسات الاتحادية أو الإدارات المحلية في المحافظات. وكان لنا اليوم فرصة طيبة أن نزور السيد المحافظ والمحافظة في كربلاء ونبارك لهم عيد الغدير، وايضا تسلمهم المهام، لان كانت لم يكن لنا فرصه ان نزور الكربلاء بعد تسلم المهام. شفنا الكربلاء متغيره من خلال زياراتنا السابقه قيمناها، اكيد ان دلت على شيء دلت على التنسيق العالي بين الادارات المحليه، التنسيق العالي بين السيد المحافظ والمعنيين في المحافظه، ورؤيه السيد المحافظ وباستطاعته عكس المنهاج الحكومي لدوله الرئيس الوزراء في كربلاء. لنا كل الامل ان يكون كربلاء والمحافظة الأخرى توصل إلى مستوى ما وصلنا إليه في إقليم كردستان. بالأخير هي إحنا في بلد واحد، وأي مكان نحس به أكو تطور أكيد راح يكون مردودة على الجميع. نشكر جزيل الشكر على الاهتمام بزيارتنا، وأكيد راح يكون ما راح يكون آخر زيارة، هاي أول زيارة رسمية، راح يكون زيارات أخرى، وندعوكم إلى إقليم كردستان قريبا. شكرا جزيلا.